راح نكمل اليوم إن شاء الله عن الديسوردرز اللي بتصير الأبر ريسبيراتوري تراكت بما فيها الانفكشنز والإكلوجنز أو الكلوجرز. وصلنا عند الفارينجايتس صح؟ فارينجايتس، شو يعني فارينجايتس؟ التهاب الحلق. او التهاب البلعوم. ماشي؟ فهي painful inflammation وفي الغالب بتيجي صدن لانها acute بتصير في الفارينكس. وين هو موجود في البلعوم؟ last portion في الماوث او في الثروت اللي بتتضمن طبعا عندنا ال posterior third of the tongue اخر ثلث من التونغ soft palate. شو هو soft palate؟ الخلفي. في عندنا الهارد بلت هسا اللي ورا اسنانكم بلسانكم، لو بتحسوه انه صلب، بينما الخلفي اللي ما بتقدروا توصلوا له بلسانكم هذا اسمه السوفت بلت، وكمان التونسلز كانوا او حتى في بيحكوا له في لغه الشارع شو بسموه سور ثروت. فلما تسمع واحد بيقول لك ان شاء الله بتطلع بكره امريكا واحد يحكي لك اي هاف ا سور ثروت، شو معناها؟ فارينجايتس. زي ما حكينا في الغالب بتيجي أكيوت عشان هيك العلامات بتكون صدن، لكن ممكن تتحول لكرونيك وممكن يكون سببها فيرال معظم الأحيان أو بكتيريا. زي ما حكينا الفيرال انفكشنز هي most common cases اللي بتصير في الأكيوت فارينجايتس، لكن إذا صارت بكتيريا بيكون النوع المسبب أو أكثر نوع شيوعا إشي اسمه A beta hemolytic streptococcus بكتيريا. ايش المانيفستيشن؟ بما انه انفلاميشن دائما بتحطوا ببالكم شو الانفلاميشن لازم يكون له ريدنس، اهم شيء السويلنج، ممكن يصير فيه اديما في التشو، ممكن البيشنتس راح يعاني من فيفر. فهاي الاشياء اللي بدكم دائما تحطوها في بالكم اذا كانت مصاحبه لبكتيريا الانفكشن. فاذا طلعت في حلق البيشنتس بتلاقي زي وايت سبوتس او وايت باتشز، بتلاقي فيه زي بقع بيضة بالحلق. نرجع manifestations fiery red pharyngeal membrane. شو يعني fiery red؟ يعني أحمر ناري لونه زي النار بسبب الانفلاميشن، بتكون بالpharyngeal membranes بالtonsils، بصير في عندنا swelling زي ما حكينا بالlymphoid follicles، وزي ما قلنا شو راح يطلع فيه white the purple oxidates، والwhite في الغالب مصاحب للbacterial infection. فالدكاترة لما يفحصوا الحلق ويشوفوا انه في وايت بقول لك هذا بده مضاد حيوي، اذا شافوها بس ريد بقول لك لا هذا بس هذا بيكون فايرال عالج الاعراض. ممكن تلاقي بما انه صار في عندنا انفكشن وانفلاميشن، فبتلاقي شو في عندنا السيرفيكال لينف نودز اللي اخذناهم بالفيزيكال اكزام، اخذتوهم صح؟ لك لسه ما اخذتوهم. في عندنا جروب اوف لينف نود بتبلش من هون من ورا على جهة الماستويد، بعدين في عنا على جهة الرقبة من هون بكون في عنا لينف نود. فهاي بسبب الانفلاميشن، واللينف نود هي جزء من جهاز الاميون سيستم، فممكن تلاقي فيها انلارجمنت وتندرنس. بيشنتس بهاي الحالة هل بيعاني من كف؟ لا، لأنه مش فايت لجوة على الايروي. الفيفر higher than 38.3 ملايز. شو يعني ملايز؟ إرهاق زي فتيك بس ملايز بتلاقيها أقوى، يعني زي إرهاق. sore throat زي ما حكينا هذا الاسم الشائع لها، والpatients بسبب إنه بيظلوا يبلع هاي الميوكس أو الأكسيديتس اللي بتطلع بتفوت على الجي آي على الستومك بتعملها irritation، فالpatients ممكن يعاني من vomiting انوركسيا، وممكن تسبب له جاسترو انترايتس اللي هي التهاب في المعدة. عشان هيك بعض الناس اللي بتصير معهم التهاب حلق بطنهم مغصهم بعدين ممكن يصير معهم اسهال. فارينجايتس قلنا المانجمنت اذا كان بكتيريا نعطيهم انتبيوتك،
وطبعا نعطيهم انالجيسكس عشان البين، راح يكون طبعا راح يصير معهم حراره ويصير معهم هيدكس، فكويس الاحسن شيء الباراستامول في هيك حالات. ضروري نكثر السوائل ليكويد سوفت دايت عشان كمان ما نجرح السوينين ميمبرينز، لانهم بكون يعني هشه بسهوله او فراجايل بكون بسهوله انهم بتجرحوا. وزي ما قلنا لازم نشجع البيشنس يظلوا يشرب اورال انتيك، والافضل الاورال انتيك ايش هما اللي تكون سخن شوي. ماشي، قديش لازم تكون؟ اثنين لثلاثة لتر وورم سلين جارجلز، مي وملح دافيه، وصير يغرغر فيها غرغره مش يبلحن. بعد ما يغرغر مش يبلحن، بيستفرغ على طول لانه مالح كثير. الفيرال فارنجايتس قلنا بنعالج مين؟ الاعراض signs and symptoms supportive measures، يعني بعالج الاعراض. طلعوا لي على الصورتين تحت. الصوره ايه، احنا في عندنا كثير ريدنس، في عندنا فاسكولاريتي كثير، طلعوا كيف البلود فيسلز منتشره، وهي واحد من علامات الفارنجايتس، لكن ما في عندنا اي سوولينج او اي اديمه فيها في الميوكوس ميمبرينز، فهي واحده من ممكن تيجينا زي هيك، وممكن تلاقيها يعني مصاحب للفيرال انفكشنز. بينما الصوره بي نفس الشيء، في عندنا كثير سولينج وريدنس، التهاب البكتيريا قلنا لك، بكون في عندنا سولينج وبتلاقي في عندنا وايت باتشز، وايت باتشز بتلاقيها كثير، قلنا اسم البكتيريا بس انت مش مصحصح معي. تونسيلايتس، ايش يعني تونسيلايتس؟ التهاب اللوز، نفس البكتيريا اللي ممكن تعملنا بكتيريال فارنجايتس جروب اي بيتا ستريبتوكوكوس. طبعا هاي مشكلتها مشكله، اذا فاتت على البلود ستريم ممكن تعمل للبيشنتس اندوكاردايتس او حتى بيريكاردايتس، فيعني عشان هيك بقول لك اللي عنده لوز وبضلها تتكرر له الافضل انه يشيلها. مانيفستيشنز سور ثروت، لانها نفس المنطقه، فيفر، سنورينج، ديفيكولتي سوولوينج. ليش بصير معاه سنورينج؟ او خلينا هاي النقطه اللي بعدها، اللارج ادينويدز هاي موجوده عند البوستيريور بارت تاعت البيسل او تاعت النيزل باساج، يعني الممر الانفي الخلفي في عندنا زي غدد صغيره اسمها الادينويدز، فهاي لما تتضخم شو الواحد بيقدر يتنفس من منخاره؟ ما بيقدر، فبصير يطلع له صوت شخير، وغير هيك ما بيقدر يتنفس، فشو بصير يستخدم للبريثينج؟ الماوث بريثينج. راح يصير احتمال كمان يصير عنده ايريك، يعني وجع باذنه، لانه راح تسكر له الاستيكن تيوبس، دريننج الايرز، وهي كمان مشكله انها ممكن تنقل الانفكشن عن طريق الاستيكن تيوب. تعرفوا الاستيكن تيوب لما تكونوا بالباص ماشيين وتسكر اذانكم فجاه تروح تفتح اذنكم او تعلقوا عشان ترد تفتح، هاي استيكن تيوب، هاي قناه ما بين الاذن الوسطى والفم او الفرنجة الكافيتي عشان تحافظ على البلانس وتحافظ على التيمبانيك ميمبرين، فهاي كمان القناه ممكن تسبب انها تنتقل العدوى من التونسلز لوين؟ للميدل اير، وبالتالي البيشنتس شو يعاني من اكيوت وتايتس ميديا. تمام، ممكن تنتقل العدوى وتسبب للبيشنتس اوتايتس ميديا، والمشكله كمان لانه منطقه الاوتايتس ميديا في عندنا زي الباسجز او زي الساينسز، هاي ممكن تنقل الانفكشن، تعمل للبيشنت ماستودايتس او برين ابسس، او ممكن تضرب له السمع بشكل مزمن، يصير عند البيشنت بيرمننت ديفنس. يعني بيرمننت ديفنس يصير عنده شو معناها؟ أطرش، تصير معه طرش بشكل مزمن. بما أنه لا 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 خلاص بتصير هاي نيرف إنجري، بتصير بالنيرف، فما بتتعالج. كمان هذول البيشنتس راح يصير معهم frequent head colds، بصير معهم رعشة، ممكن تنزل العدوى للبرونكس بصير معه برونكايتس، بما أن إذا كانت بكتيريال وصار في اوكسيديتس وبص راح تلاقي ريحه ثمه كريهه، ففاول سميلينج بريث، واذا طبعا نزلت على الفويس كورد بصير عنده مشكله في الصوت ونويزي ريسبيريشن. مانجمنت، من نعالج الكوزاتيف ايجنت
إذا كانت بكتيريا ضروري نعطيه أنتبيوتكس، نعطيه أو نعالج الساين والسيمتومز، أنالجيسكس، أنالجيسكس زي البارستامول أو الإيبوبروفين عشان نعالج الحرارة ونخفف الوجع، increase the fluid intake، salt water gargles، rest، antibiotics and surgery. شو هي عملية التونسل إزالة التونسلز؟ إيش اسمها؟ وقلنا بالفيلم في المقدمة إنه أي مصطلح بنتهب إكتومي معناها إزالة أو استئصال، فتونسلكتومي إن أشيل التونسلز عن طريق العمليات. وأكثر إيش أنا بما إنها يعني wet area وفي صلايفة والبيشنتس قاعد بيشرب وبيأكل، فبخاف كثير من الهيموريج من الكومبليكيشنز للتونسلكتومي. عشان هيك أول ثلاث أيام بظن أقول للبيشنتس اشرب أو يعني خليك على السوفت دايت، خصوصا إنه يكون cold drinks، آيس كريم، عصير بارد. ليش؟ عشان أعمل vaso constriction في blood vessels، فبالتالي أخفف من البليدنج. طبعا إذا أنا خففت من البليدنج وخففت من البين، هذا كلياته راح يريح البيشنتس ويزيد الكومفورت. Laryngitis، inflammation of larynx. إيش هي اللارينكس؟ الحنجرة. والحنجرة شو بطلع منها؟ الفويس كوردز هي موجودة هناك، فبالتالي بطلع منها الصوت. واحد من أهم أسباب اللارينجيتس اللي بتلاقيهم مش متعودين يغنوا، يروح على عرس وصير ينفع الكثير وصير يغني، شو بصير بصوته ثاني يوم؟ بروح. فالأبيوز للفويس أو الأبيوز للفوكال كوردز هذا من أهم الأسباب اللي بتصير باللارينجيتس. كمان إلها أسباب ثانية زي اللي بتعرض لبعض الأنتيجينز أو الأليرجينز زي الدست أو بعض المواد الكيميائية، شرب إشي مثلاً مش متعود أو أكل إشي حار، فهي ممكن تعمل له إريتيشن. السموك، الأذر بوليتنس مثلاً الحبوب اللقاح اللي بتكون في الجو، وهي كلياتها من أو تابع للأبر ريسبيراتوري تراكت. من أهم الأسباب اللي بتسبب لارينجيتس فيروس، وهي كلياتها طبعاً تيجي باكيج كاملة، راينيتس، فارينجيتس مع لارينجيتس، والأسف للأسف إذا بتنزل على البرونكاس تعمل برونكايتس. أكثر إشي بتصير طبعاً بالوينتر، وكل الأبر ريسبيراتوري تراكت إنفكشنز شو مالهم؟ easily transmitted. ليش؟ أيهم بالوجه طوالي، كل ما تحكي طلعت الفيروس، اللي قدامي مش لابس ماسك قريب علي بهالجو شو بصير؟ بصير لها بسرعة بتنتقل. كمان واحد من أهم الأسباب أو من الأسباب اللي ممكن تعمل لنا اللارينجيتس الجاسترو إيسوفيجيال ريفلكس، مش اللارينجيتس اللي بتعمل جاسترو إيسوفيجيال ريفلكس، لا، الجاسترو إيسوفيجيال ريفلكس هي ممكن تعمل لنا اللارينجيتس بسبب هذا الارتداد HCL بيعمل إريتيشن في اللارينكس. مانيفستيشن قلنا هون موجود فيها الصوت، فواحد من أهم الأسباب راح يصير في تغير على الصوت، هورسنس، يصير في عنده بحة أو خشونة في الصوت، أو أيفونيا، أي نافية، فون من صوت، بروح صوته البيشنت، والبيشنت راح يعاني من سيفير كف. وأحسن إشي بهيك حالات خصوصا ما بتصير مع الأولاد، بتطلع راس ابنك من السيارة بالجو البارد وتقول له يلا تنفس من ثمك، مش بكرة تعملوها ولا هو الولد واقع من السيارة، لا يعني، بس يعني إذا صارت تخليه يفتح الشباك ويظل يتنفس هواء بارد. هاي هسه بنيجيها، هاي واحد من اهم الانترفينشنز. فالميديكال مانجمنت ريستينج للفويس مشان الله تسكت، ماشي، افويدنج اريتنت بعد عن دخان، الاشياء اللي بتعمل لك اريتيشن، سموكينج، ريستينج ريح، وشو اخر شيء؟ انهيلينج كول ستيم. بشكل عام upper respiratory complications، upper respiratory infection complications بنخاف يصير عند ال patients airway obstruction خصوصا في حالات tonsillitis، hemorrhage في حالات surgeries لمن نعالجها، sepsis تدخل البكتيريا على blood stream وبالتالي تعمل لل patient sepsis، meningitis التهاب السحايا زي ما قلنا إذا دخلت مثلا البكتيريا على otitis media وبلشت تنتقل على البرين
او على الممبرين تعون البرين أغشية الدماغ، فبتعمل منينجايتس اللي هي قلنا التهاب السحايا. او ممكن تعمل عند البيشنت برين ابسس. شو يعني برين ابسس؟ يصير في انفكشن جوات التشو تاعت البرين ويتكون بص جوات ساك ويصير جوات البرين. طبعا هذا كلياته راح يضغط على التشو ويزيد الاي سي بي وياثر على البيشنت. اسمع لي صوتك. كسوف كسوف الجمجمة طبعا ها ممكن تعمل لنا منينجايتس. نكل ريجيديتي. شو يعني نكل ريجيديتي؟ بصير في عنده تشنج في عضلات الرقبه. فامبيرد نيك فليكشن ريزلتنج فروم ماسل سبازم. البيشنت بطل يقدر يثني رقبته بسبب التشنج. وهي من اكثر شيء بنشوفه لما ترتفع حراره البيشنت. لما ترتفع حراره البيشنت بصير معه نكل ريجيديتي. شو قلنا ممكن تنزل العدوى لوين؟ لللور ريسبيرتوري تراكت انفكشنز وتعمل انفكشن في اللونجز. هاي بنسميها نيمونيا. واحد من الاشياء كمان اللي بتصير اذا الواحد كان في عنده كونجستن بالنوز يصير يستخدم ادويه الدي كونجستنت اللي بخفف الاحتقان. بقول له الدكتور ممنوع تستخدمها الا ليومين. بروح المريض مكيف على سولافه كل شوي ولو باخله بخه. فبصير هنا ايش بنسميها ميديكامنتوزا. شو يعني ميديكامنتوزا؟ ريباوند كونجستشن. يعني بدل ما يعالج هذا الدواء الكونجستشن بصير هو يعمل الكونجستشن. فهو ادفيرس افكت اذا طول باستخدام الدي كونجستشن اللي بتحتوي على ادوية. سلاين عادي نورمال سلاين اذا كان بخاخ بس نورمال سلاين هذا عادي تستخدمه قد ما بدك. لكن اللي بيحتوي على decongestant medication decongestant زي مثلا الكورتيزون لا تطول في استخدامه كثير. ممكن تنتقل العدوى للميدل اير ولا لا وتعمل اوتيتس ميديا. ممكن تعمل عند البيشنت تريزموس اللي هي يصير في عنده تشنج في عضلات الفك العضلات المغطيه للفك. ديسفاجيا صعوبة للأكل خصوصا البيشنت عنده فارينجايتس مش قادر يأكل بسبب الانفلاميشن. ايفونيا راح صوته. سيليولايتس التهاب بالسكن خصوصا في حالات ساينايتس. نيرسينج بروسيس اول شيء اسسمنت بدنا ناخذ الهيستوري من البيشنتس كومبليت هيستوري الباست والكرنت. بدي اشوف شو الساين والسيمتومز كل اللي حكيناهم ساين سيمتومز هيديك سور ثروت ديفيكولتي بسوالينج كف هورسنس اتسترا. بيشنتس طبعا بسبب كل هاي الاعراض هل بتلاقي بيقدر يداوم لو كان موظف؟ فبتلاقي وين بروح بوجهه على الطوارئ او على المستشفى. فبنشوف كثير حالات زي هيك والسبب انه ما بتوش يعطل. زي واحد ما بتوش يعطل لانه بروح من راتبه خصوصا اذا كان في القطاع الخاص. هيستوري اوف اليرجي نشوف اذا كان السبب اليرجي. بدنا نعمل طبعا انسبكشن للنوز اللي هو اللهم صل على محمد الفيزيكال اكزامينيشن للنك وللماوث. انسبكشن للنوز النك ثروت بالبيشن اوف ليمف نودز النك ليمف نودز اللي راح تاخذوه ان شاء الله بالفيزيكال اكزام. بدنا نشوف شو بتتوقعوا اذا كان في انفلاميشن. قلنا العلامات ريدنس سويلينج يطلع اوكسيديتس ترتفع حرارته فيفر. نشوف النيزل بوليبس الزوائد اذا كان في عنده زوائد لحميه وهي واحد من اهم الاسباب اللي بتعمل عند البيشنتس كرونيك راينايتس. وسنورينج تلاقيه بشاخر في الليل بصير عنده شخير في الليل والشخير مش كويس طبعا ابدا. شو الدياجنوسيز بهيك حاله؟ قلنا دياجنوسيس شو جمعها؟ دياجنوسيز بروسيس بروسيس او بروسيسز هاي ما زبطتش معي. فهاي شو من نشيل الاي ونحط بدالها اي. ان افكتيف اير واي كليرنس شو سببها؟ الاكسسيف ميوكس برودكشن سكندري تو ريتين سكريشن والانفلاميشن. اكيوت بين ليش بصير في عندنا بين؟ لانه صار في عندنا اريتيشن بالابر ريسبيراتوري تراكت وسبب هذا الاريتيشن الانفكشن والانفلاماتوري بروسيس. بيشنتس كمان واحد من دياجنوسيز امبيرد فيربال كوميونيكيشن وسببها انه راح يصير في عندنا فيسيولوجيكال تشينجز بالفوكال كورد
والأبر إيرواي إيريتيشن وسببها نفس الشيء إنفكشن أند سويلينج. فلويد فوليوم ديفيسيت سكندري لإيش؟ إيش بدك؟ إثيكس بعد ساعة 11 يمكن أو واحد والله ما نعرف. هلا هلا لعب اليوتيوب. فلويد فوليوم ديفيسيت زي ما حكينا related to decrease the fluid intake. واحد كان عنده أنوركسيا من التعب ببطل يكون قادر يروح يظل يشرب مي، أو إنه زيادة خسران السوائل بسبب التعرق اللي هو ناتج عن الحرارة. knowledge deficit patients مش عارف كيف يتعامل مع هاي الانفكشنز، مش عارف كيف يمنحها البريفنشن، كيف التريتمنتس، كيف السيرجري بروسيجر في حالة التونسيلكتومي مثلا، والبوست اوبراتيف سيلف كير. بلانينج عكس الدياجنوستنج مش راح اشرحها لو كنت سنة ولا بشرح. شو اذا ما قاعد بترجمها ترجمه من والله يطلع ان افكتيف اير واي كليرنس. شو البلان؟ شو الجول تاعي؟ مينتيننج اوف بيتنت اير واي. تتخوت انت اشرحها؟ شو بدي اشرح فيها؟ انترفينشنز وين راح الكلام؟ انترفينشنز يا جماعه مينتين ايه رجعوا لي اياها منتين patent airway. لا هون قصدتهم يعني انه دائما نظلنا نعمل inspection للairway عشان ما يكون فيها اي occlusion. نرفع راس البيشنتس عشان نخفف من الإديمة والسويلينج، يظلوا ينزل نزول خصوصا البلود سيركوليشن. الايس كولر، الايس كولر زي بتيجي شو يعني كولر؟ نيك كولر زي اللي بتنحط على الرقبة، لكن بتيجي زي معها زي بتكون بارد بتنحط بالفريزر، فبتنحط على مكان في حالات التونسيلكتومي بعد عمليات استئصال اللوز، بيحطوها عشان تخفف الانفلاميشن وتقلل من التشانس يصير في عنده بليدنج. طبعا تقلل التشانس. هوت باكس، متى بنستخدم الهوت باكس؟ كمامات او كمامات كمادات سخنه. متى بنستخدمها؟ اذا كان البيشنت عنده راينوساينايتس، وبالتالي عن هيك بخلي الساينسز تطلع كل درينج، وبالتالي انا بخفف الفيلينج اوف كونجيشن. انالجيسكس للبين وللفيفر. وارم مويست اير تنفع بكل الحالات ما عدا في حالات اللارنجايتس. شو لازم يكون؟ الستيم كولد او سكول بالضبط. هاي من اهم الانترفينشنز لكلهن. جارجلز وذ سلاين ووتر عشان انا اخفف البين بتاعت السور ثروت، وغير هيك بتقلل من الانفكشن او من المايكرو اورجانيزمز، لانه الملح مش اي مايكرو اورجانيزم بيقدر يستحمله. اذا البيشنت كان عنده مشكله بالصوت مثلا في حاله اللارنجايتس، نستخدم طريقه ثانيه للكوميونيكيشن. لا تغلبش حالك تحكي، يكتب لنا مثلا، ابعث لي تكست مسجز. انكرج فلويد انتيك، قلنا من 2 ل 3 لتر بير داي. وشو حكينا؟ هوت ليكويد. سوفت بلاند دايت عشان ما يجرح لنا الاير واي بسبب الانفلاميشن اللي فيها. البيشنتس راح يحتاج الريست، نعلمه كيف يدير باله حاله ويلتزم بالانتيبيوتكس اذا انصرفت له. دكتور كتب له انتيبيوتكس لسبع ايام بده يخلصن ويلتزم بالمواعيد. افويد اريتنتس زي الدست الكيميكالز والتوباكو. patient education نعلمه عن self care، مالنا نعلمه عن self care، نمنع upper airway infections. ضروري جدا نظلنا نعمل hand washing زي ما قلنا. بهاي upper respiratory infections مصاحب كثير لمين؟ للسنيزنج. والواحد لما يعمل سنيزنج في الغالب يا بجيب تيشو بحطها يا بحط ايديه يعني، فاذا نسي يغسل ايده وراح عامل هاند شيكينج، هينا نقلنا العدوى. مش ضروري تعمل هاند شيكينج، رحت مسكت ايد الباب، اجى واحد ثاني وراك مسك ايد الباب، هيو معاه راح طبعا حك عينه هذاك الثاني نقل لحاله الانفكشن. فضروري جدا موضوع الهاند واشينج. اذا كنت انا مريض عندي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن وابوي كبير في العمر ساكن معي في نفس البيت، من الضروري اني اتجنبه
عشان ما نقول للعدوى الكبار في العمر ما بيستحملوا يا جماعة الأمراض. أي مرض بسيط إحنا كشباب ممكن يأثر علينا، لكن الكبار في العمر راح يوقعوا ويظلوا قاعدوا في الأرض، وبالتالي مش يعني وقع يوقع يعني قصد إنه يظلوا نايم بسريره، وبالتالي هذا راح يعاني والأهل كلياتهم يعانوا وهم يعطوا الرعاية. مثل مين؟ زي ما حكينا الأولدر أدلت، وكمان الناس اللي عندهم تثبيط في المناعة أو مناعتهم قليلة، يا إما بيكونوا ماخذين أدوية مثبطة للمناعة بسبب أمراض، مثلا في أمراض بالجهاز المناعة autoimmune diseases زي لوبس أو الحمى الذؤابية، هذول بياخذوا كورتيزون طول عمرهم، فهذول شو تتوقعوا تكون مناعتهم بالضبط تكون مثبطة، فهذول بنحاول كمان إنه نتجنبهم عشان ما نقولهم العدوى. بالضبط هذا مثال، يعني قول السرطان بيكون معروفة، بس اللي ممكن ما تدير بالنا يعني تدير بالنا اللي عندهم أمراض وبياخذوا أدوية مثبطة للمناعة. كل الانترفينشنز اللي حكيناها كمان بنعلمها للبيشنتس، متى يحكي مع الدكتور أو البرايمري كير بروفايدر لما يحس إنه صار في عنده صعوبة بالتنفس، هاي من أهمها، إذا ارتفعت الحرارة عن 39 أو 38.5. وقلنا شو لازم يكمل الكورس تاعت الانتيبيوتيك، لازم خلصها زي ما حكى الدكتور. واحد من اهم الاشياء كمان اللي نغفل عنها وهسه دورها يا جماعة، هسه وقتها وبنصحكم كلياتكم تاخذوها، اللي هو الفلو شوت، ماشي، مطعوم الانفلونزا. هاي تتاخذ سنويا، وأنا بأمريكا كطالب ممنوع أداوم في جامعة إذا ما كنت ماخذ الفلوشات، سوري، بالمستشفى ممنوع أداوم في المستشفى في الجامعة عادي، بس الحمد لله الجامعة كانت تعطينا إياه بلاش. بأمريكا ما مرضت إلا ظليتني فيها 7 سنوات، مرضت فيها 3 مرات بس، يعني upper respiratory tract أو فلوزت 3 مرات. أول سنة إلي بالأردن بجوز 15 مرة. الإيفاليويشن، عليش بدي أعمل إيفاليويشن، إنه ظلها عنا patent airway، إنه البيشنس يحكي له والله راح الوجع، راح الديسكومفورت، عادي قادر يعمل كوميونيكيشن ويقدر طبعا يظلوا في عنا بوزيتيف بالانس، يكون في عنده بوزيتيف هايدريشن وما يصير في عندنا أي كوميونيكيشنز. دقيقتين بريك، بس دقيقتين ويس اللي صح لكم. هلا انا انفعلت وراح القلم. لا هي obstruction and trauma للأبر respiratory airways، راح نحكي عن الobstructive sleep apnea، epistaxis، ايش هو الepistaxis؟ الرعاف. obstructive sleep apnea شو يعني؟ شو يعني sleep apnea؟ بيوقف نفسه وهو نايم وسببها obstruction في الأبر airway. epistaxis الرعاف، fracture of the nose، laryngeal obstruction لما الواحد يتشردق او يختنق بإشي، and cancer of the larynx. حكينا عن obstructive sleep apnea، الواحد بيوقف نفسه وهو نايم، فهو disorder. شو الكاركترستيكس تاعونه؟ recurrent episodes of upper airway obstruction and reduction بالventilation، cessation بالventilation، بيوقف نفسه. patient بصحى مش ماخذ نفس، مش قادر بسبب الارتخاء اللي بتصير بالعضلات، هسه كمان اتوقع موجودة، اذا مش موجود واشرح، فبيوقف نفسه بصحى. طبعا اكثر شيء بنتبهوا لهم اللي بيكونوا مثلا significant other زي الجيرفريند او زوجته، او اذا كان البيشنت ميل، لانه اذا ما ضكيش قاطع يعني، لانه بيظلوا يعمل سنورينج وصوت السنورينج تاعته كثير عالي. فديفايند از cessation of a breathing apnea during sleep، ماشي، during sleep، caused by repetitive upper airway obstruction. هاي هالنقطة اللي السبب الحقيقي فيها، انه بصير في عنده زي ارتخاء في العضلات
تعات الأبر ريسبيراتوري تراكت، فبصير في عنده زي زي كونستريكشن في الايروي، فبالتالي بوقف نفسه وبيبطل يقدر ياخذ نفس. في عندنا اذر ميكانيكال فاكتورز زي الاوبيزيتي، واحد كثير اوبيز والنك تاعته او رقبته كثير ثخينه، فالفاتشو بتلاقيه قاعد بيضغط كمان على الايروي. او ممكن كمان يصير في عندنا دايناميك تشينجز بالابر ريسبيراتوري او بالابر ايروي ديونينج سليب، وهاي كلياتها ممكن تسبب الاوبستراكشن. كم مره بالليل ممكن تصير معه؟ ممكن بالعشرات، ممكن بالمئات، تخيل. وهذا اتوقع انه بالساين سيمتومز، اذا مش حاكينا بالساين سيمتومز بحكي انا. ريبيتيتيف ابنيا، شو راح يصير في الاخر عند البيشنتس؟ هايبوكسيا وهايبركابنيا. شو يعني هايبركابنيا؟ ارتفاع في سي او 2. اوبستركتيف سليب ابنيا، مصاحبه او وحده شافوها ان الناس او بصير معهم في بعدين هايبرتنشن. ليش؟ لانه ما في عندي اكسجين، فبالتالي السمباثيتك سيستم راح يشتغل، فبالتالي على المدى البعيد راح ترتفع عنده او يصير عنده الهايبرتنشن. ام اي بنحكي هايبوكسيا، بنحكي عن عدد مرات كثيره صارت، فالبيشنس ممكن يصير معه ام اي. سيم ثينج للستروك اللي هي الجلطات او النزايف. الستروك ما اخذتوهاش. الستروك نوعين، الستروك نوعين، يا بتكون تفضلي خلاص عكيت كثير لانك. الستروك نوعين، الستروك نوعين، يا بتكون جلطة في الدماغ يا نزيف في الدماغ، بس هيموريجيك او اسكيميك. فالاوبستركتيف سليب ابنيا شافوا انه الناس اللي بتصير معهم سليب اوبستركتيف سليب ابنيا مع الوقت بصير معهم هاي الثلاث اشياء. ريسك فاكتورز، واحد من اهمها الاوبيزيتي، قلنا لانه بكون الرقبه بتاعتهم كثير ثخينه، فبالتالي بصير يضغطوا على البار على البيري فارينجيال الفاتيد اللي تضغط على الابر ايروي. الميل جندر، البوست مينابوزال ستاتس، يعني الميل جندر ماشي قبل، مثلا انا مثلا انا بهذا السن، واحد بنفس سني من الريسك تاعته اكثر بالميل، لكن اذا مثلا على سن 65 الفيميل مينابوز، شو يعني مينابوز؟ سن الامل احنا بنحكي لها، خلص وقف الاستروجين اللي هو الهرمون السحري اللي بيحمين من الامراض، بيحمي الفيميلز، فقديش الريسك؟ تلاقيها متساويه، تكون الريسك متساوي. الادفانسد ايج، كل ما الواحد كبر في العمر خفت المصل تونس تاعته. الابر ايرواي ستراكشرال تشينجز، زي اللي بتلاقي عنده تضخم في اللوز، او البيشنتس اللي بكون في عندهم مشاكل خلقيه في الجوز، الجوز اللي هم الفكين، او عندهم مشاكل في الكرانيو فيشال ستراكشرز، ممكن بسبب حادث تروما او تكون مشاكل خلقيه. كلينيكال مانيفيستيشنز، فريكوينت لاود سنورينج، شخير عالي ومتكرر، with a breathing cessation for 10 seconds or longer، تخيل بتاخذش نفس وانت نايم من 10 ثواني او اكثر، at least 5 episodes per hour. عشان هيك قلنا لكم بالليلة من عشرات المرات لمئات المرات ممكن تصير معه. هاي اذا مرة ممكن يعني يوقف نفسه بعدين يرجع ياخذه، مرة يوقف نفسه يرجع ياخذه، مرة بتوقف نفسه بيقدرش يظله نايم، شو بصير معاه؟ بصحى مرة واحدة مش قادر، عشان طبعا هون بتشد المصل تونز وبالتالي بتفتح الايروي وبيقدر ياخذ نفس. كلاسيكال ساينز اوف سيمتومز اللي هما 3 اسز، سنورينج شخير، سليبنس بالنهار، هاي لازم حددوا لنا اياها بالدي تايم، بالدي، اسف على الخط، بالدي تايم، سليبنس بالدي تايم، لكن سليب لسنس في الليل، مش متهني بنومته بسبب هاللي بتصير معه، بالنهار شو بتلاقيه؟
ميت من التعب، فبحاول اعوض نومه في النهار. وشو قلنا عن السيجنيفيكانت اذرز؟ شو بيقولوا لنا؟ والله بيظلهم بسنورينج، بيظلهم يشاخروا، كمان يصحوا او بينقطع نفسهم وهم نايمين. البيشنس نفسهم في الغالب بكونوش واعيين على الابنيك ابيسود. يعني انا بثلاثة مثلا بكون كيف نايم بيقطع نفسه بعد ما انا هو نايم مش دار عن حاله، لكن مين اللي بيكون منتبه له؟ زوجته بالضبط. frequently complain، عشان هيك هم نفسهم البيشنس من ايش بيشتكوا؟ انسومنيا، الارق. هسه بقول ليش بصير معهم الارق وليش بصير معهم difficulty going to sleep، لكن بيعانوا من night time awakening، بصحوا كثير بالليل قلنا بسبب هذا السيشن، وكمان بصحوا من الصبح لانهم مش قادرين يرجعوا يكملوا نومتهم. خلاص والله انا خربت نومتي، صحيت خربت نومتي، خلينا اظن طالع على الشغل. as well as chronic fatigue and daytime sleepiness. انا لما انام في النهار شو بصير معي بالليل؟ انسومنيا. ماشي، فبصير عندي مشكله الارق او مشكله اني مش قادر انام في الليل. الاسسمنت للاوبستركتيف سليب ابنيا تلاقي عندهم ايش؟ اكسسيف داي تايم سليبنس، فريكوينت نوكتيرنال اويكنينج. شو يعني نوكتيرنال؟ بالليل. لا، نوكتيرنال، نوكتيرنال كلمه معناها بالليل، نوكتيرنال معناها ليلي، انه بيضلوا يصحى كثير بالليل. انسومنيا، الارق، لاود سنورينج بسبب الاوبستركشن بتلاقي في عنده شخير، مورنينج هيدكس من قلة النوم والتعب، انتلكتشوال ديتيريوريشن بصير عنده ضعف بالقدرات العقلية بسبب الهايبوكسيا اللي كانت للبرين وصلت للبرين، والشغلة الثانية بسبب قلة النوم، وهي كليات تأثيرها وممكن تعمل ديليريوم عند البيشنت. بيرسوناليتي تشينجز، واحد ما بينام كثير لا تتوقع انه يكون رايق بالنهار، وتلاقي عنده شماله الريتابيليتي. امبوتنس، هذا الامبوتنس شو معناه؟ العجز الجنسي. ماشي، بسبب طبعا كليات وتأثيرات اللي بتصير الفيسيولوجيكال تشينجز، خصوصا بالبلد بريشر، فالسيستميك هايبرتنشن. المرضى اللي بيكونوا معهم هايبرتنشن وماخذين ادويه ممكن تعمل فيزو دايليشن، فهي مرتبطه مع الامبوتنس. ديسريثميا بسبب الهايبوكسيا اللي بتصير في عضلة القلب. بولموناري هايبرتنشن، بولموناري هايبرتنشن شو معناها؟ ارتفاع ضغط الدم وين؟ في البولموناري ارتري. تمام، اي هاي ما كنتش حاسم حسابها. هذا الهارت طبعا، لا انا لا خط كويس ولا رسمي كويس. هذا الهارت، هذا الفور تشامبرز ماشي، وهاي اللنجز. من وين البلمونري ارتري بيروح؟ بيطلع، او من وين بيطلع؟ والله من الارتري، من القلب. لا مش من البرين، يعني من وين بيطلع؟ من الرايت فينتريكل. هذا البلمونري ارتري بيكون اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ دي اوكسجينيتد، ما فيه هوش اكسجين. فلما يصير في عندكم مشاكل وزياده بالبريشر، هذا راح يرفع البلد بريشر تاعت، وطبعا مع السمباثيتك تشينجز راح يرفع البريشر وين؟ في البولمونري ارتري. معناته الرايت فينتريكل شو راح يصير؟ يواجه مقاومه، ريزيستنس، لانه في ضغط قدامه بالبولمونري ارتري، فبالتالي راح البيشنت يصير معاه رايت سايد هارت فيلير. هذا الرايت سايد هارت فيلير اللي سببه مشاكل في الرئة، شو اسم الحالة؟ كوربل مونيل. عرفنا شو هو الكوربل مونيل؟ فالكوربل مونيل هو عبارة عن رايت سايد هارت فيلير، هي صار الفيلير بالرايت سايد تاعت الهارت، وسببه مين؟ مشاكل في الرئة، واحد منها انكريس بالبولمونري هايبرتنشن. بس بعدين ان شاء الله مع الامراض الجاية راح نحكي تاعت اللور ريسبيرتوري تراكت انفكشن، راح تلاقوا في امراض ثانيه بتعمل كور بولمونيل. البيشنتس بيعاني من حاله دائمه او من حاله او من فترات طويله من نقص الاكسجين،
فلما يقل الأكسجين للبرين، البرين بقول يا جماعة لكل الجسم عملوا لي حالة طوارئ، أنا بدي أكسجين. واحد من الأشياء الكومبنسيشن اللي بتعملها البون مرو بصير يطلع إيش RBCs أكثر عشان ينقل أكسجين أكثر. شوف فبيجن شو بصير معه بوليسايثيميا، شان بوليسايثيميا إنكريز في ال RBCs. when in ureases إذا البيشن صار معه طبعا رينال فيلير أو هارت فيلير، صار معه رينال فيلير ممكن يصير معه إن ureases. assessment of sleep أو obstructive sleep apnea بيعملوا دراسة اسمها polysomnographic finding، وهاي طبعا عن طريق sleep study بيكون، ما بعرف إذا في عنا بالأردن صراحة، بيجيبوا patients، بيكون في قسم في المستشفى اسمه sleep study ward أو unit، بنيموه وبيعملوا له سلسلة فحوصات. فهذا هو أحسن فحص لتشخيص obstructive sleep apnea. قلنا وين بتنعمل؟ Specialized Sleep Disorder Center، بوحدة أو مركز خاص بأمراض المتعلقة في النوم. عادي بنام عادي، ما عندهم مش مشكلة. هسه هم كاتبين هنا test is an overnight study، وهو فعلا في الغالب بالovernight، لكن ممكن ينعمل في الليل وممكن ينعمل في البيشنتس هوم، يعني بروح مثلا الأخصائي بضلوا عندهم في هذاك اليوم، حسب الفلكسبيليتي، حسب الريسورسز الموجودة في الدولة أو المدينة أو المستشفى. حكينا بنيموه عندهم وبعملوهم سلسلة فحوصات. إيش هما هاي سلسلة فحوصات؟ أول إشي EEG، EEG مش ECG، ECG بعملوا لي إياه كمان هيا، لكن EEG اللي هي إلكترو إنسفالوغرام، إلكترو كهرباء، إنسفالو من البرين، جرام تخطيط دماغي، بدي أخطط أشوف كيف الموجات الكهربائية اللي بتصير بالدماغ، هل بصير في عنده أي مشاكل مثلا صرع مثلا. إلكترو أوكيولوغرام لمين؟ للعين. تشين إلكترو مايوغرام تخطيط عضلات لمين؟ للتشين، عشان أشوف إذا بصير في عنده ارتخاء، أشوف كيف المسل تون تاعت الأبر ريسبيراتوري. نعمل له ECG، سوري إيكوكارديوغرام، أو سوري مش إيكوكارديوغرام، إلكتروكارديوغرام. منشوف الليج موفمنتس، الإير فلو من الناو من النوز والماوث، والبريثينج إيفورت، والأكسجين ساتوريشن. بكون نايم. إيش هي؟ إذا بتحرك وهو نايم يعني. فهكلياتها طبعاً هاي بكون فيها أخصائي، دكاترة أخصائيين بهذا الموضوع، وهم اللي بحللوا كل النتائج وبيأكدوا إذا البيشنت عنده obstructive sleep apnea ولا لا. medical management قلنا من أهم الأسباب لها الأوبيزيتي، فإحنا عشان هيك شو لازم نركز على الweight loss، يقلل البيشنت من الكحول. البوزيشنال ثيرابي هنا بيجوا بحطوا devices، بيستخدموا devices، باجيها على السلايد الثاني بورجيكم إياها، بيستخدموا ديفايسز او مثلا بيرفعوا راس البيشنتس عشان نمنع الارتخاء. الاورال ابلاينس او ابلاينسز، هاي الاجهزه مثال عليها المات، مانديبولر ادفانسمنت ديفايس، وهاي اول خطوه في خطوات الديفايسز اذا بدي استخدمها. شو هاي الخطوه؟ هاي شو هذا الديفايس؟ زي طقم اسنان بس بخلي الفم فاتح. هيو مش موجود عندكم الصوره. هذا في حالة الأوبستركتيف سليب أبنيا، اطلعوا كيف بصير في عنده ارتخاء بالعضلات، فبصير في عندي ناروينج بالإيرويز. الجهاز المات قلنا زي طقم أسنان، وبخلي ثم البيشنت زي فاتح أو طالع الفك لفوق، مطلع الفك لفوق. إذا عمكم سمعتوا بالسي بي آر أو كيف بدي واحد مثلا بلع لسانه، شو بنعمل؟ تطلع له، ترفع راسه، ترفع له هيد تيلت chin lift، ارفع له دقنه لفوق ورجع له راسه لورا. فانت هيك شو بتعمل؟ تسحب كل المسلز لفوق فبتفتح له الايروي. هذا هو مهمة هذا الجهاز اللي اسمه مات، او اختصاره مات. ما بحط مخدة؟ لا عادي بحط مخدة، ما فيش مشكلة. اذا كانت سيفير كيس هون بنلجأ لاستخدام جهاز اسمه سي باب.
شو يعني CPAP؟ Continuous Positive Airway Pressure، شرحناها المرة الماضية ولا لا؟ ظلوا فيه ضغط طول عملية الإنسبريشن والإكسبريشن وما بينهما عشان تظل الإيرواي فاتحة، ماشي؟ وفي عندنا جهاز ثاني بس أغلى بيعمل باي ليفل بوزيتيف ايرواي بريشر. باي ليفل شو يعني باي ليفل؟ يعني نسبه البريشر في الانسبيريشن تختلف عن نسبه البريشر في الاكسبيريشن، سموها باي ليفل. بينما الكونتينيوس بوزيتيف او سي باب البريشر ثابت في كل المراحل في الانسبيريشن والاكسبيريشن وما بينهم. الباي ليفل لا، بقول لك الانسبيريشن لانها اكتف فانا بدي بريشر اعلى عشان افتح الايرواي وبالتالي خلي يفوت نفس، والإكسبريشن ما عنديش مشكلة عادي شوي شوي يطلع البيشنس النفس فممكن أخفف هذا البرشر. فهذا الفرق بيناتهم. طبعا هذول بكون مشبوكين مع إيش؟ مع أكسجين. سيرجيكال مانجمنت ممكن يعملوا البيشنس تونسيلكتومي إذا كان السبب للأوبستركتيف سليب أمنيا هي اللارج تونسيلز. ممكن يعملوا له إفيولو بالاتو فرنجيلو بلاستي اذا كان في يعني كميه تشو كبيره ممكن خلقيه في الابر ايرواي فبروح بعملها ريسكشن. شو يعني ريسكشن؟ استئصال، بشيلوها بشيلوا تقريبا 15 مليمتر من الفري ايدجز تاعت السوفت بلات والاوفيولا، فبالتالي انا بخلي الايرواي مساحته او الدايمتر القطر تاعه اوسع. ممكن الناس اللي عندهم انحراف وتيره يكون السبب، فبنعمله نيزل سيبتوبلاستي اللي هو علاج انحراف الوتيرة. ماكزيلو مانديبولار سيرجري تريكوستومي اللي بتكون او التريكوستومي اللي هي اخر اوبشن. شان التريكوستومي بيفتحوا له فتحة في التريكيا. ماكزيلو مانديبولار سيرجري اذا بكون في عنده تشوهات خلقية في العظم مثلا الستركتشر ستاعت الفيس وهي السبب فبيعملوا له هاي السيرجري. هذا جهاز السيباب هو عبارة عن جهاز بيعطي بريشر دائم. بيشن شو لازم يكون لابس ماسك فبيظلوا يفتح له هذا الايروي طول عملية السليبينج. فارماكولوجيكال ثيرابي هذا مودافينيل عشان يقلل من الدي تايم سليبنس وينيمه في الليل. بروتريبتلين ات بيد تايم هاي بتقوي المسل تون وبالتالي بخلي بيتنت ايروي بحافظ على بيتنت ايروي. لو فلو نيزل اوكسجين ات نايت عشان انا اقلل من مشكله الهايبوكسيميا. نيرسينج مانجمنت بيشنت ادوكيشن اعلمه انه هاي مش مسحه، اذا بتتكرر راح يصير عندك امراض قلب، امراض شرايين، ارتفاع ضغط الدم، ممكن جلطات دماغيه. وهاي ايش بنسميه؟ هاي النظريه اسمها هيلث بيليف موديل. ايش يعني هيلث بيليف موديل؟ حكيت لكم اياها المره الماضيه لما خوفتكم من الامتحان. هيلث بيليف موديل بتقول لك انا اذا عرفت شو العواقب تاع التصرف الغير صحي فالاصل اني اوقف عن هذاك البيهيفير. مثلا انا عارف انه الدخان انه راح يعمل لي كانسر وورجيته ادله كثير، لكن في المقابل كمان بنفس الوقت قلت له اذا وقفت الدخان شو التحسنات اللي راح تصير بجسمك؟ راح تتحسن مثلا شهيتك للاكل، راح تتحسن اللايف ستايل، ريحتك راح تبطل ريحه الدخان، يقرفوا منك الناس مثلا يعني. فالبيشنت لما يوزنها بقول لك والله شو بدي بالدخان خلينا ابطل. فهاي هي النقطه بتنطبق على الهيلث بليف موديل. لازم افهم الشخص انه الموضوع تاعك سيريوس، وطبعا اعلمه عن symptoms of obstructive sleep apnea. ليش انا لازم افهمه؟ عشان ما يسكت عليها يروح يتعالج. patients and family education about the treatment زي the correct and safe use of the devices الماد اللي بنحط اللي زي طقم الاسنان حكينا عنه، CPAP والاكسجين ثيرابي. وزي ما حكينا patients education about the benefits of therapy والrisks of untreated obstructive sleep apnea. بقول له شو الفوائد اذا تتعالج وشو المشاكل اللي ممكن تعاني منها اذا ما تعالجت. epistaxis اللي هو حاله الرعاف، من اسمه فهو hemorrhage from the nose. يا بكون في عندنا سبب تروما، اجى مثلا واحد اكل له بوكس،
يا بكون في عنده رابتشر تايني ديستندد فيسلز، بكون في الان في كثير شعيرات دمويه اذا بسبب رابتشر حكه حك منخاره صار رابتشر اريتيشن، فدراينس في النوز هاي كلياتها ممكن تعمل رابتشر في اي بلود فيسل وبالتالي يصير معاه الرعاف. الموست كومونلي سايت اوف الابستيكسز وين موجوده؟ في الانتيريور سيبتم، الجزء الامامي من النوز، لانه في عندي 3 ميجر فيسلز بتفوت بهاي النيزل كافيتي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي تحت. اطلعوا هنا في عندي 3 ميجر ارتريز، وبالتالي من سهوله انه يصير في عنده البيشنت نوز بليد. هاي طبعا سيريس بروبلم اذا كان كميات كبيره بتفوت او بتطلع من البيشنت، ممكن تؤدي الى اغلاق في الاير واي بتشردك فيها البيشنت في الدم، او انه يصير عنده significant blood loss. risk factors infections بتصير مثلا في النوز زي rhinosinitis او vestibulitis، vestibules طعون المنخار او rhinitis. systemic infection scarlet fever، هاي نوع من انواع الانفكشن اللي بتميزها ارتفاع عالي بدرجة الحرارة ويصير في عند البيشنت طفح جلدي. ملاريا، كلياتنا بنعرف الملاريا والبعوضه اللي بتنقلها. دراينج اوف ذا نيزل ميوكس ميمبرين، والدراينس تاعت الميوكس ميمبرين شو راح بتخلي عند البيشنت؟ بصير عنده شعور بالحكه الاتشنج، فالواحد لما يعمل اتشنج بتزيد الريسك انه يصير عنده ابستاكسس. نيزل انهاليشن اوف كورتيكوستيرويد، او اللي بيروحوا بشموا بتعاطوا الدراجز عن طريق الشم زي الكوكايين. الكوكايين دواء غالي، فاذا بتعرفوا واحد بتعاطى كوكايين عارف انه ايش مزندق مصاري. تروما، واحد زي ما حكينا اكله بوكس، ديجيتال تروما، بلانت تروما، فراكتشرز، او يعمل فورسفل بلوينج. شو يعني فورسفل بلوينج؟ يعني مثلا بده يتخلص من المخاط يمخط وبشكل قوي. ارتيريوس كالوروسيس، تصلب شرايين. هايبرتنشن، ارتفاع الضغط. تيومرز، ثرومبوسايتوبينيا، شو يعني؟ بالضبط، بينيا انخفاض، ثرومبوسايت اللي هي خلايا البليتلت فانخفاض او قلة عدد البليتلت. يوز اوف اسبرين، الاسبرين ايش هو؟ الكلاسيفيكيشن تاعه مش مميع، هاي لجدة بتحكيها انتي بليتلت سيجريجيشن دباك، وحتى بالعربي مش مميع. ماشي. ليفر ديزيزز، شو دخل ليفر ديزيزز في الموضوع؟ لانه الليفر هو المصنع للكلوتينج فاكتورز، فاذا في عندي اي مشكله في الليفر ديزيز بتوقع البيشنت عنده مشاكل في الكواجوليشن، انسوها هاي، بس البيشنت عنده ايش؟ مشاكل وراثيه في التميع او في التخثر. بدي ساعة ونحفظ اسمها، ريندو أولسر ويبر سيندروم. الميديكال مانجمنت بتعتمد طبعا على الكوز وعلى السايت. الانيشال تريتمنت اني بعمل دايركت بريشر، وين الدايركت بريشر بتكون؟ من فوق ولا على السوفت؟ على الريجيد ولا على السوفت؟ على السوفت، لا على السوفت. وكيف بخلي البيشنس مرجع راسه؟ بخليه نقدم وضاغط على السوفت لمدة 5 لـ10 دقائق. ممكن نستخدم نيزل ديكونجستنت زي فينيليفرين. فينيليفرين هذا بيشبه دواء صوته أو اسمه إبينفرين، ماشي، هو من أنواع الإبينفرين. هذا بيعمل طبعا بيكون عن عبارة عن سبراي، يا بعطيه رشة أو رشتين، one or two sprays، وهذا شو بيعمل؟ فيزو كونستريكشن. فلما اعمل فيزو كونستريكشن بقلل من البليدنج. اذا كان مبين البليدنج ودينا طبعا على المستشفى، فممكن يكووه مادة سيلفر نايتريت، تيجي زي عودة الكبريت وعليها هاي المادة سيلفر نايتريت، بشوفوا وين البليدنج، يكون يعملوا سكشنينج. حطيت صورة، هيا الصورة اللي هون شايفين قاعدين بيعملوا سكشنينج، هذا السايت تاعت البليدنج،
وهاي العودة اللي حكيت لكم زي عودة الكبريت بكون عليها راسة هاي مادة السيلفر نايتريت، فبروحوا بس بحطوها على على مكان البريدنج وبصير زي كوي. أو ممكن يعملوا له إلكترو أكيوتري، إيش يعني؟ إنهم بكووه عن طريق الكهرباء. ممكن يستخدم الكوتن تامبون، إيش يعني الكوتن تامبون؟ زي سدادة قطنية عشان تمتص كل البليدنج وتعمل بريشر. إذا ما عرفنا النون أوريجين نيزل باكس طبعاً وين البليدنج، فممكن إحنا نستخدم بتروليوم جيلي جوز. شان بتروليوم جيلي في زي مادة الفازلين وجوز، أو أنتيبيوتيك أوينتمنت، أو آخر إشي ممكن يستخدمه بالون إنفليتيد كاثيتر إنسيرتيد للنيزل كافيتي لمدة 3 إلى 4 أيام. هاي اللي هي الباكينج أوف نيزل كافيتي أو البالون كاثيتر حسب نيجي لهم الثنتين. كيف بيعملوا؟ بيدخلوا الكاثيتر بالأول وتا يطلع من وين؟ من النوز. لما يشوفوا طلع من النوز بروح بربطوا هنا إيش؟ قطن. هيا زي ما احنا شايفين هيا القطن. بعدين شو بروح بيعملوا؟ بيسحبوها فسكرت لهون القطن الايروي. ليش طبعا سكرت من النوز؟ بيشنس بصير يقدر يتنفس من الماوث، بس انا ما بديش هذا الكليات البلد ينزل ويروح على اللنجز او حتى يبلع البيشنس لانه بيعمل ريتيشن بالجي اي. بعدين لما انا هنا خلص سكرت الايروي باجي على سي بروح بحط له شويه قطن نوز باكينج عشان ما يظلوا يطلع لبرا واعمل بريشر. ممكن نعوض القطن هاي عن بالبالون هون بكف بنفخه، فبالتالي انا سكرت وبمنع البليدنج ينزل لتحت. ما عندك في عندك اسهل طرق انك تستخدم نيزل سبونج وبتضغط لحتى تودي على المستشفى وهم بتعاملوا معه. شو قلنا وين المكان الارتريز؟ بالانتيريور نوز هون بتكون، فانت لازم تعمل بريشر عليها. نيرسينج مانجمنت اي بي سي ايرواي بريثينج سيركيليشن، بدي اطلع البيشنتس فايتال ساينز كاردياك اند بولس اوكسيميتر واطلع على البلد بريشر لانه قاعد بيخسر دم، فبالتالي انا بخاف انه ينزل البلد بريشر. اسيست ان كنترول اوف بليدنج، اقلل الانكزايتي تاعت البيشنتس لان الانكزايتي شو بتعمل؟ بترفع البلد بريشر وبالتالي راح تزيد البليدنج. اشورينج بيشنت ان كام افيشنت مانر ذات بليدنج كان بي كنترولد، واقول له لا تخاف راح نسيطر على هذا البليدنج، ودائما اني اظل متطلع على الاي بي سيز مع الفايتال ساينز. بيشنتس ادكيشن امنع التروما، ضكيش تحفر كوسه نو سبيكينج. وصلتكم ولا ما وصلتكم؟ مش ليش ما ضحكتوش؟ ناقص علامه على الكل. نو سبيكينج انه يظلوا يلعب بمنخاره. فورسفل بلوينج انه زي ما حكينا يمخط بشكل قوي. ستريننج يشد حاله، لما الواحد يشد بيرفع البلد بريشر. واحد هسه واحد يشد حاله بتلاقي عروقه تفخن عروق النك لانه بيرفع البريشر فيهن. سبايس فود واحد من الريسك فاكتورز، توباكو او الفيجوراس اكسرسايزز. ضروري اعمل ادكويت هوميديفيكيشن في المكان اللي انت عايش فيه عشان امنع الدراينس للميوكوس ممبرينز وبالتالي بقلل من الريسك. Pinch nose to stop bleeding. If bleeding does not stop within 15 minutes, لازم أنا أروح على الطوارئ. When pinch معناها مش هون، هون هاي pinch your nose. Fracture of the nose. هاي most common fracture اللي بتصير بالبادي. طبعاً سبب إلها direct trauma. Complications. Nose bleeding. ديفورمتي تشوه بمنخاره. هيماتوما تجمع البلد في التشو او تحت السكن. انفكشن لان عملت بريك داون في البونز. ابسس وهذا الابسس بخاف يفوت على البرين. او سيبتك نيكروسيس يصير في عندنا الابسس هذا يصير يضغط على ارتريز جوات البرين ويصير عند البيشنت نيكروسيس، او كمان يصير عند البيشنت سيبتسيميا. كلينيكال مانيفستيشن بين، طبعا واحد مكسور من خاره راح يوجع.
راح يتأثر عنده البريثينج، راح يصير في عنده صعوبة بالتنفس طبعا كمان. external and internal bleeding septal hematoma swelling with soft tissues adjacent to the nose بسبب الإديمة. nasal obstruction قلنا هون بصير عنده مشاكل بالنفس. وديفورمتي تشوه. الاكس راي احسن اشي بعملها عشان اتاكد اذا البيشنت صار في عنده كمان كسر جوات الجمجمه ولا بس الكسر لوين بالمنخار. ما فيش انا واحد هاي حطوها في بالكم. اذا البيشنت كسر منخاره وشوفت قاعد بيطلع منه كلير ديسشارج بالضبط، معناته صار في عنده فراكتشر بالبرين وبلش يطلع السي ان اس. هاي شو مالها؟ سيريوس بوزيشن او سيريوس سيتويشن، مباشره لازم اخذ البيشنت على الطوارئ. ميديكال مانجمنت، نيزل باك بحط زي القطن عشان امنع البليدنج، كولد كومبريسرز عشان اقلل من الاديمه، الايس باكس 20 دقيقه بخليها 4 مرات في اليوم. طبعا الايس باكس مش بجيب الثلج وبحطه مباشره على السكن، بكون مغلف عشان ما يعمل الريتيشن او بيرن بالسكن. بدي احافظ على الاير واي، امنع اي سيرفيكال سباين فراكتشر، اي كسور في الرقبه او حتى فراكتشر في اللهم صل على سيدنا محمد في البرين او في السكال. اذا كانت ان كومبليكيتد يعني بس سمبل فراكتشر بالنوز، فهاي علاجها انتبيوتكس عشان امنع الانفكشن، انالجيزكس عشان البين، ودي كونجستنت نيزل سبراي. هنا كاتبين لنا هاي النقطه بس انا ضفت اللي بالازرق. اذا صارت الفراكتشر واخذناه على الطوارئ، بيشنت لساته ما صار معاه اديما، على الطوالي بعمل له العمليه within the first 3 hours من الانجري. لكن في الغالب فراكتشر طوالي صار في بليدنج، صار في إديمة، صعب جدا نعمل له عملية. فعشان هيك هم اختصروها عندنا في السلايدات شو كاتبين، السيرجيكال ريدكشن بتصير 3 إلى 7 أيام بعد الفراكتشر. نيرسينج مانجمنت قلنا بدنا نحط ايس باكس عشان نعمل فيز كونستريكشن وبالتالي اقلل من السويلنج والإديمة والبليدنج. اخلي راسه اليفيتد، اريح البيشنتس عشان امنع الانكزايتي. وأورال كير، يوز اوف انالجيسك ايجنتس زي الاستامينوفين او النونستيرويدال زي فولترين. بعد عن الاسبرين. ماشي بالضبط. انستركت بيشنتس تو افويد سبورتس او الاكتيفيتيز اتليست لمده 6 أسابيع. لارينجل اوبستراكشن اللي هو انسداد اللارينكس او الاختناق، واحد غصب اشي مثلا. فاللارينكس هو عبارة عن بوكس يا جماعة، وهذا ستيف بوكس لانه فيه كارتليج وفيه فوكال كورد، ما راح يعني اذا في اشي سد ما راح تتمدد، ما راح تتوسع. واحد من اهم الاسباب اللارينجل اوبستراكشن اللي هي لارينجل اديما. لارينجل إديمة يا عندك أسباب كثيرة لها، من أهم أسبابها التحسس. أعطيت بيشنس دواء والبيشنس بتحسس منها، تعملوا لارينجل إديمة. واحد قرصته نحلة كانت بكاسة الشاي وقرصته، تعملوا لارينجل إديمة. فالسوينينج تاعت اللارينجل ميوكوس ممبرينز هاي ممكن تسكر الأوبنينج تاعت التريكيا، وبالتالي البيشنس بيعاني من سفوكيشن ولايف ثريتنينج هايبوكسيا. ممكن تكون مصاحبة للأكيوت لارينجايتس الأنافيلاكسس. شو هي الأنافيلاكسس؟ اللي هو التحسس، التحسس الشديد. دواء، فود، قرصة نحلة وقرصة عقربة، قرصة أم 44، هاكل يا ترى الواحد بيكون عنده تحسس كثير، فطوالي بصير عنده لارينجل إديمة، سكرت راح فيها البيشنت. هيريديتري أنجيو إديمة، وهي شغلة وراثية، بتلاقي في عندهم تورمات بالسوفت تيشو والبيشنت وحظه ممكن تيجي له في اللارينكس، او ممكن يكون سببها فورين بادي، ولد صغير. الاطفال خصوصا الاطفال هم ياكلوا مكسرات
او ياكلوا عنب مثلا او فواكه مش مقطعه كويس، فبياكلها بدل ما تفوت على الاسوفيجس تروح وين؟ جهه التريكيا. فاكلاتها بتؤدي الى هايبوكسيا سفوكيشن. سفوكيشن له اسم ثاني ايش هو؟ اسفيكسيا. فيزيكال ساينز، واحد مختنق شو بتلاقيه؟ مش قادر ياخذ نفس. شو مال مطر تكاي؟ ايوه خليها. ذكرتني بنكتة اوقف التسجيل مع انه ما حداش عارفه. واحد تنح كثير صار سنه يوجعه، راح الدكتور الاسنان قال له بتشيل لي كل الاسنان اللي حواليه وتخليه زي الكلب لحاله، خليها زي الكلب لحاله. فشو لازم نعمل بهاي الحالات؟ لازم نطلع الفيزيكال ساينس تاع البيشنت، تلاقي جاسبينج مش قادر ياخذ نفس، ونشوف طبعا الاكس راي عشان نتاكد من الاوبستراكشن زي البيبي اللي بالع مثلا او متشردك في حبه العنب. مانيفستيشن مسكر الاير واي، شو بكون بالاوتوسات؟ بكون لو. راح يستخدم الاكسسوري ماسلز اللي هي عضله الترابيزمس والانتركوستال ماسلز، بصير في عندنا ريتراكشنز فيها في النك اند ابدومين ديورينج انسبيريشن، لانه بده فورس بده قوه، فبتعمل كونتراكشن وبصير في ريتراكشن بهاي الماسلز. ميديكال مانجمنت اهم شيء عندي الاي اير واي، بدي احافظ على بيتنت اير واي. اذا كانت البيشنتس سكرت عن طريق فورين بودي، وهاي اكثر شيء احنا بنقدر نتدخل فيها، بدي استخدم طريقه هيملك مانوفر اللي هي زي ما احنا شايفين في هاي الصوره. باجي عند البيشنتس باجي من وراء، واذا كان كونشس طبعا، لانه بدي اياه يكون واقف شوي يساعدني، مش اكسر ظهره وانا شايله. فبحط ايد تحت السايفود بروسيس والايد الثانيه ماسكيتها، بدفع لجوا ولفوق 5 مرات، مع هاي كلياتها راح تطلع الفورين بودي فيري سكسسفول. كمان من الاشياء اللي ممكن احنا نعملها ان اطلع بالاول بالايروي اشوف هل بقدر اذا في شيء مبين قدامي اشيله ولا لا. ممكن نستخدم الهيد تيلت والتشين نيفت مانوفر، وممكن نستخدم الكروس فينجر تكنيك. كيف بدي افرجيكم اياها؟ كروس فينجر تكنيك مش راح تزبط علي، لازم استخدم مثل واحد فيكم. الكروس فينجر تكنيك بنحطه زي هيك، بعدين نفتح الجوز، عرفنا هاي الكروس فينجر تكنيك هيك، وبفتح الثوم هيك، هاي يسموها الكروس فينجر تكنيك. بيشنس طبعا اذا سكر الاير واي بدك تضلك فاتحه، تحافظ على اير واي، على بيتنت اير واي. طبعا البيشنس ضلوا صار في عنده هذا الاسفكسيا، راح الاوتوسات، طوال البيشنس راح يخش بحاله كارديو بولمونري ارست، توقف قلب وتوقف الرئتين، فبالتالي لازم ابلش سي بي ار. بعض الحالات اذا المانوفرز هاي ما زبطت شو راح يعملوا؟ ايمرجنسي تريكستومي. واحد من اتوقع مره صارت عندنا بالاردن، ممرضه استخدمت، شفت الاقلام الحبر؟ لا زي هذا اللي عندك، شالت خزقته طبعا تحت الادم ابل وانقذت حياه البيشنت. طبعا اذا كانت الاوستراكشن سببها الالرجيك رياكشن او الانافيلاكسس، فاحنا هون لازم نعالج الانافيلاكسس، نعطيه انتاي هيستامين، وهاي اهم ناسينها هون، مش عارف كيف ناسينها، انتاي هيستامين اهم شيء، بالاضافه للابنفرين لايف سيفنج اند كورتيكوستيرويد. هاي الثلاث اشياء حالات الالرجيك رياكشنز كعلاج، بالاضافه لايش؟ لاي في فلويد. ماشي، اي في فلويد عشان نرفع البلود بريشر. هاي علاجات الالرجيك رياكشن. ممكن انا اعطي للبيشنتس ايس على حطه على النك عشان اقلل من الايديما، وبالتالي اقلل من الاستراكشن، واظني دائما انا مراقب الاوتو ساتوريشن. هاي الهملك مانوفر زي ما حكينا، بيشنتس بكون كونشس، ماشي، نستخدمها في الكونشس فيكتيم. باجي من وراء بحط اول ايدي بالفيست زي الفيست بالفينجر الثمب جاي من هون تحت الزايفود بروسيس زي ما احنا شايفين، بحط الايد الثانيه بصير ادخل لجوه ولفوق، كاني بدفع الفورين بودي باتجاه الابر ريسبيراتوري تراك
فبالتالي بيقدر البيشنتس يقحوا ويطلع لبرا. كم مرة بعملها؟ خمس مرات، واحد اثنين ثلاث تطلع ان شاء الله هاي الفورين بادي. اذا البيشنتس كان انكونشس بستخدم له هاي الهيمنك مانوفر وهو نايم، باجي فوق البيشنتس وبعمل له نفس الاشي لكن بيش باستخدام البالم تاعت الايد وبصير اضغط لجوه ولبرا. هذا في حال البيشنتس كان انكونشس. اخر توبك اليوم عندنا اتوقع هو الكانسر اوف ذا لارينكس. اطفال غير هاي الماده ايش؟ هاي الماده ايش؟ شايفون كنتوا تسالوا اسئله بتضيعوا الوقت المحاضره؟ راح تيجوا تاخذوها. كانسر اوف ذا لارينكس، سرطان الرئه. شو هي اللارينكس؟ دي اللي بتضحكوا بالضبط. صحيح، احسنت. فهو عباره تعريفه مالجننت تيومر بتصير باللارينكس اللي هو الفويس بوكس الحنجره، وهذا معظم السرطانات اللي بتصير في الهيد اكثرها شيوعا هو الكانسر اوف ذا لارينكس. بتصير مع الناس اللي عمرهم فوق ال 65 واكثر شيوعا بالمن، لانهم اكثر استخدام او اكثر ارتكاب للممارسات الخاطئه زي السموكينج او تعاطي او حتى شرب الكحول. وشغلهم معلقين الرياضيين مثلا، الاساتذه دكاتره والله لا يبلينا من وراك والكونه شحن. ريسك فاكتورز، توبيكو اهم سبب، كومبايند افكتس والكحول توبيكو، يعني اذا كان اثنين بتعاطاهن بتزيد الشانس بكثير. ابيستاس، ايش هو الابيستاس؟ الصوف الصخري. سكند هاند سموك، انا بدخن وانت ما بتدخنش لكن بتروح معي لانك قاعد تستنشق هذا الدخان، هي السكند هاند سموك. بينت فيومز، روائح الدهان اللي بيشتغلوا طريشه. الوود دست، غبره من النجارين وهم يظلهم يستنشقوها. سيمنت دست، الاسمنت اللي بيشتغلوا طوبرجيه، هاي كل صناعيه رايحين فيها المساكين. كيميكلز، مواد كيميائية. تار برودكتس اللي هو القطران. ليثر والميتلز. جينيتك فاكتورز، الايج قلنا فوق ال 65، الجندر بالمن او حالات النيوتريشنال ديفيشنسي والوراثة، كمان نضيفوا لها الوراثة اللي هي الهيريديتري. طبعا الايرلي ساينز، اول علاماته بكون هورسنس بالفويس، بكون هارش خشن اند راسبي، ثنتين خشن معناها ومزعج. لور ان بيتش، بصير تخف حدته. بيرسيستنت كاف، بضلوا قحقح البيشنت بسبب الريتيشن. سور ثروت، وجع. بين اند بيرنينج بالثروت. لمب ان ذا نيك، بتلاقي حس طلع بتلاقي انه في اشي وارمان في النيك. القحب بضلها. ليتر مع الادفانسد ايجز بصير البيشنت يعاني من ديسفيجيا، صعوبه في البلع. ديسنيا، صعوبه في التنفس. نيزل اوبستراكشن، بتسكر الادينويدز بتلتهب كمان. بيرسيستنت هورسنس، بيرسيستنت السلريشن، بصير مع السلريشن في الايروي. فاول بريث بسبب السرطان والاكسيديتس اللي قاعد تطلع منه. unintentional weight loss من اهم علامات اي سرطان مش بس تاع اللارينكس، بيصير يخسر وزنه وبكون unplanned. انا مش ناوي اخسر وزني، ما وعيت ولو مثلا 5 كيلو رايح بشهر، unplanned بالذات باكل الاكل العادي ونفس الكميات لكن بخسر وزني. ليش؟ وين هاي كل الطاقه قاعد بتروح اللي قاعد بيستهلكها السرطان نفسه في الجروث. general weakness، بصير مع البيشنتس ديبليشن، يعني انه بصير بتسوء حالته الصحيه. وبين رادييتنج للاير بسبب الاوستيكين تيوب. بالاسسمنت دياجنوستنج، بدي اشيك على الهيستوري فيسكال اكزامينيشن. الليمف نودز بتلاقيها لارج اند تندر، والثايرويد جلاند كمان بنعملها بالبيشن نتاكد انه انتقل لها سرطان ولا لا. لارينجوسكوبي، بروح بالمنظار بشوف اللارينكس.
ممكن نستخدم الفاين نيدل اسبيريشن بايوبسي خزع اف ان اي بايوبسي باريوم سوالو ستدي عشان اشوف البيشنت بيقدر يبلع ولا لا. هذا الفحص لا نشوف قدرة البيشنت على البلع، راح يبلع يقدر يبلع ولا راح يتشردق وتزيد الريسك انه يصير عنده اسبيريشن ويصير عنده نيمونيا. فهاي لقدرة البيشنت على البلع باريوم سوالو ستدي. اندوسكوبي سي تي ام ار اي هاي كلياتها عشان اشوف طبعا انا السرطان، وكمان البيت سكان. البيت سكان الصورة النووية، وهاي بتشوف لنا قديش في ميتابوليزم عالي، وهاي واحد من علامات كمان السرطان بوزيترون ايميشن توموغرافي. تيومرز جريد والستيجز زي ما هو موجود عندنا في هاي السلايد. اذا عندنا طبعا التيومر او الستيجز من ستيج 1 لستيج 4، مين الاخطر؟ ستيج 4، فكل ما ارتفعت صارت اخطر. التريتمنتس لكل ستيج او ستيج 1 وستيج 2 بنسميها ايل ستيج، ببلشوا له براديشن ثيرابي الاشعاع، كورديكتومي او فوكال كورد ستريبنج بيشيلوا له مثلا فوكال كورد كان بلش فيها سرطان، اندوسكوبيك ليزر اكسيشن بيشيلوا السرطان عن طريق الليزر بالاندوسكوبي، بارشل لارينجكتومي. شو يعني بارشل لارينجكتومي؟ استئصال جزئي من اللارينكس. لكن اذا كان عنده الستيج متقدم 3 اند 4 بدي استخدم راديشن ثيرابي، راح استخدم الكيموثيرابي والكيمو راديشن يعني البوث، وكمان توتال لارينجكتوم بشيل كل اللارينكس، وبالتالي بيقدر يحكي، فانا بحاجه سبيتش ثيرابي. سبيتش ثيرابي هنا في فيديو قديش ساعه؟ 10:30. كم سلايد ضايع علينا بالله؟ 6. معناته ببعث لكم السلايدات او بنزل لكم اللينكات تاعت الايزوفيجال سبيتش والالكتريكال فيرينكس على التيمز. ايزوفيجال سبيتش بخلي يصير البيشنت يبلع هواء، وبحطوا له زي ديفايس يصير يحكي من هذا الهواء اللي بلعه يصير يطلع. الالكتريك فيرينكس او الالكتريك سوري لارينكس ديفايس بحطوه على النك، هو بصير يحكي طبعا بصير يطلع صوته، والصوت بكون زي صوت الروبوت زي صوت الرجل الآلي. تريكيو ايزوفيكيال بانكتشر بيطلعوا، اول شيء هو لازم يعملوا تريكوستومي زي ما احنا شايفين، فالنفس من وين بتنفسه؟ من التريكوستومي. طيب شو بدهم يعملوا عشان يحكي؟ بيفتحوا له ما بين التريكوستومي وما بين الايزوفيجاس، بيفتحوا له فتحه هون وبحطوا لها فالف، وهذا الفالف كمان بيشتغل انه بيعمل فويس بسموه فويس بروستيسيس. فهذا له وظيفتين، الفتحه اللي بتنحط او الصمام، اول شيء صمام عشان ما يفوت الاكل من الايزوفيجاس على التريكيا، والشغل الثاني انه هو اللي بصير يحكي. هاي نورمال اير فلو البيشنت، هي عنده النوز وهاي بفوت هنا الهواء على التريكيا وبروح على اللنجز، والاكل من بوستيريرلي بروح على الاستومك. لكن بيشنتس لما يشيلوا له اللارينكس بشيلوا اللارينكس من هون، فبالتالي بيفتحوا له تريكوستومي، بصير الاكل ينزل على المعده ويصير يتنفس من وين؟ من التريكوستومي. هذا جهاز الالكتريك سبيتش جنريتر او الالكتريك لارينكس قبل شوي حكيناه، فبيحطه هون وبصير يعمل بالفايبريشن تتحول لكلمات. والسيم ثينك هاي تاعت الابلاستيك هاند بيس بتنحط على جهة الفم جوا طبعا مع الفايبريشن مع الهواء بصير البيشنتس تتحول هاي الويفز لسبيتش. عند مين؟ ما بدري، انا ما اشتغلتش بصراحة بالاردن المستشفيات فما بعرفش، لكن برا شفتها. وفي ديفايس ثاني بحطه على التريكوستومي تقريبا زي هذا الاسود، بيشنت عادي قاعد يتنفس بده يحكي حطه هون بصير يحكي فبتتحول. فسبحان اللي علم الانسان ما لم يعلم. اسسمنت هيلث هيستوري فيزيكال اسسمنت نيوتريشن بي ام اي الالبومين ممكن يكون نازل حالات السرطان جلوكوز والالكترولايتس. اعلم هيلث ليتراسي، ليتراسي غير الهيلث ليتراسي.
يعني health literacy؟ ثقافة صحية. تلاقي واحد معاه شهادة دكتوراه لكن ثقافته الصحية مش ولا بد. فهاي ال health literacy لازم نركز عليها. ال hearing, ال vision, may impact the communication. طبعا البيشن بصير عنده صعوبة. غير الصعوبة شغلة نفسية. أنا عندي فتحة. بصير طلعوا شكو بالصورة حتى هون مركزين عليها. لابس إيش؟ هاي نيك. بالضبط. البيشن بصير يستحي يحكي. بصير يستحي يطلع قدام الناس. فالكوبينج سكيلز مهمة جدا عشان يقدر يكمل بحياته. إذا كانوا كثير سنسيتيف ممكن يرتكب يعمل ممكن يصير معه سويسايد. Available support system for patients and family. ندعمهم الفاميلي تدعم البيشنتس. وفي عندنا support groups خصوصا مع انتشار الفيسبوك والأونلاين. تلاقي فيه مثلا جروب للناس اللي عاملين تراكوستومي. كل واحد تلاقي بيحكي تجربته. فالواحد لما يشوف مصايب الناس الثانيين بتخف عليه مصيبته. Nursing process diagnosis ineffective airway clearance related to excessive mucus production, impaired verbal communication, imbalanced nutrition, disturbed body image, low self-esteem, خصوصا مع هذا المريض اللي عملوا له تراكوستومي, anxiety, depression. Anxiety طبعا راح يكون خايف ودبرست ويكون معاه اكتئاب بسبب الحال اللي هو فيها. Related to diagnosing and impending surgery, جايتنا عملية بدهم يشيلوا البيشنتس يشيلوا له لارينكس ويفتحوا له فتحة برقبته وتظل الفتحة هاي لطول عمره. سيلف كير ديفيسيت مش قادر يدير باله على حاله يعمل سيلف كير بسبب البين الويكنس الفتيق اذا صار معه ماسكول سكيليتال امبيرمنت بعد سيرجري والنوليدج ديفيسيت اباوت سيرجيكال بروسيجر اند بوست اوبراتيف كورس. شو في عندنا بوتنشال كومبليكيشنز. بيشنتس ممكن يعاني من ريسبيراتوري ديستريس علاماتها هايبوكسيا ايروي ابستراكشن تراكيال ايديما وديكريز بالاوتوسات اللي ممكن تسبب هايبوكسيا هيموريج انفكشن ووند بريك داون اسبيريشن تريكوستومال ستينوسيس. لما يعمل تريكوستومي مع العمر مع الوقت بصير ممكن فيها ترجع تتضيق يرد يبني الجلد او يرد يبني التيشو فهنا ممكن يرد يعملوا له عملية ثانية يعملوها reopening. post operative nursing care لمريض شلنا له larynx maintain patent airway control secretions عن طريق suctioning او عن طريق اني بخليه نايم على السايد. reduce the anxiety قلل الانزايتي عن طريق support. ممكن نستخدم medication. promote alternative communication methods يكتب لنا او نستخدم devices. nutrition والhydration اركز عليها. promote positive body image اظلني ارفع من معنوياته والself esteem بتاعته. promote self care management والpatient's education ومونيتورينج for potential complication. خلصنا. الله يعافيك. حابين تحضر فيديوهات هسه وفي نت بحضركم اياها. بدكم تخليها ابعث لكم اياها على التيمز انتم حرين على التيمز. الله يعطيكم العافيه جميعا.